ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة. يبقى ده اسمه كم محيز. إذن الفارق، العبادة كلها مقبولة، لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله. ولذلك أراد رسول الله ألا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي ينشي الضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد. إنما برضو ساعة أو نص ساعة أنا أخدها منك في جميع الأوقات وبعد ذلك برضو تشغلها بالله؟ لا، ساعة ما تدخل المسجد اعتكف. يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه. ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من فضول اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وياك في مسائل كذا، إنه الاعتكاف عشان تستفيد بوجودك في المسجد.